حنطلع من الكلام عن الطريقة التجانية لنعود الكلام عليها الخميس القادم إن شاء الله، لندخل في الرد على شبهات المجيزين والمحتفلين بما يسمى زورا وكذبا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. والاحتفال بالمولد كما ترونه اليوم في السودان وغيره لا علاقة له بكتاب الله، ولا علاقة له أبدا لا من قريب ولا بعيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو أمر أوحى إليهم به إبليس وجنوده من شياطين الجن والإنس، أوحى به إلى المتصوفة ليفعلوه، وأصروا على فعله لما لهم فيه من الشهوات بمختلف أنواع الشهوات. ولكن كلامنا عن الرد على الشبهات العلمية التي أطلقها مشايخ الصوفية في بلادنا وعلى مستوى العالم، طبعا وصل لمعظم المسلمين في العالم صوت الدعوة السلفية، دعوة الحق، بأن هذا المولد بدعة لم يشرعه الله ولم يأذن به في كتابه القرآن الكريم، ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في حديث واحد، لا قولا منه عليه الصلاة والسلام، ولا فعلا ولا تقريرا منه صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة الأجلاء، لا أبو بكر رضي الله عنه، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا أحد من الصحابة، وكذا ولا أحد من التابعين، وكذا ولا أحد من تابعي التابعين، وكذلك ولا أحد من الأئمة الأربعة المعروفين عند المسلمين. لكن الجماعة ديل بيقول الآن شغالين شبهات، بالذات الوسخ الجفري جابوه هسدي لابس له طرحة وقال أنا عندي المولد جائز وعندي أدلة. قال لا، أنا بإذن الله نجمك نجام من أمك ولدته ما شفته. الدليل الأول قال ده أول كلمة قالها، ودي الشبهات دي لقيت الصوفية بتاعنا السودان شفوها من الجفري طوالي جابوها. من إن حقيننا السودانيين ديل يا كافي البال الواحد في الشرك ما شاطر، في الشرك ما بيمشي بيبحث جديد ويفتش الشبهات، في الشرك يترس من غيره، شغالين شف في الشرك وفي البدع وفي الكفر. لقيت واحد برضه اسمه الدكتور مين التجاني من الدكتورات اللي بيوزعوها سايدي، عرفته؟ برضه شال كلام الجفري زي ما هو، سوداني لصقه زي ما هو ونشر الورقه في الواتساب. الليله دايرين ننجم الشغله دي واحده واحده، هذي الكتب خلاص. الجفري قال اول دليل على جواز المولد انه ابن كثير في البدايه والنهايه قال انه الملك مين حنعرفه بعد شويه، قال احتفل بالمولد، وقال ده اول واحد احتفل ما الفاطميين. طيب ده ابن كثير والجفري ما جابه لكن انا جبته. امسك ده البدايه والنهايه الجزء 13، وهو الملك المظفر ابو سعيد كوكبري رحمه الله، وده مختلف ذاته انه رجل صالح ولا ما صالح، يعني زولا عديل ولا ما عديل. بعض العلماء من اهل التاريخ قالوا زولا عديل، وابن خليكان في وفيات الاعيان قال ده كان يحب السماع، يعني الطرب، ناس البنسلين يتمرجي وكده كان بيحب الحاجات دي. طيب المهم ما علينا، صالح كعب كويس بلعب في المورده ما علينا به. قال ابن كثير عن الملك المظفر ابي سعيد كوكبري، وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا. جفري قال ده الدليل على جواز المولد. طيب نحن ربنا رسل لنا كوكبري ولا رسل لنا محمد بن عبد الله؟ ده أول نقطة. شنو لابس لك طرحة يا جفري؟ ده لا طرحة سا. كوكبري احتفل،
حتى النبط في شنو يعني؟ يقول ابن كثير ذاته احتفل مع حفظنا لجلالة مكانة ابن كثير في العلم وفي الإمامة، لكن لو فرضنا جدلا ابن كثير ذاته جاء المولد ده بيجاي، نحن حلقتنا ده بنخليها وبنقول المولد بدعة، أنت فاهم ولا ما فاهم؟ ليه؟ لأنه نحن متبعين لرسول الله يا أخي. تقول لي كوكبري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسألكم بالله، الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ قالوا لا لا لا، الرسول كان يقول المولد بدعة، والبرنجي برضو حرام، والبحاري حرام، وجولد برضو حرام، والدعاء بعد الصلاة برضو بدعة، والفاتحة في العزاء برضو بدعة. لو كان رسالة كده أول حاجة أنت ما كان بتحفظها، لأنه البدع كثيرة، لأنه الشيطان شغال ينشر في البدع، والمتصوفة شغالين يشيلوا من الشياطين البدع وينشروها في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن كان من الذي أوتي جوامع الكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال كلمة جامعة مانعة، قال: فإن كل محدثة بدعة. أي محدثة، أمر حديث وجديد تجيبه في الدين بغض النظر وشنو جديد، ما كان في القرآن ولا في السنة، ده بدعة. مولد غيره، فتحات غيره، بدعة. ودي كان كلمة جامعة ومانعة للإنسان اللي بيفهم. عشان كده الإمام مالك، وأنا بجيب كلام الإمام مالك لأنه الصوفية قاعدين يكذب يقولوا إحنا مالكية. الإمام مالك رحمه الله قال: فما لم يكن يومئذ دينا في عهد رسول الله وأصحابه فلن يكون اليوم دينا، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. موضوع منتهي. بعدين كلام الجفري رد عليه ورد على جميع الصوفية القاعدين يحطوا النبك في المولدين. رد وين؟ الجفري قال: أول من احتفل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري، ما الفاطميين. أول من احتفل كوكبري يعني ما الرسول. إذن بدعة. صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح ولا ما صحيح؟ لكن المشرك ما عنده مخ، عشان كده ربنا قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. المشرك ما بيفهم، بيقول كلام خارم بارم وما فاهم أي حاجة. وأول من احتفل به الفاطميون، اللي بيسموها زورا بالدولة الفاطمية، ينسبوها لفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، وهي الدولة العبيدية في الحقيقة نسبة إلى عبيد الله بن ميمون القداح، وهي دولة كان على رئاستها العبيديون، لهم عقيدة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى أكثر من عقيدة اليهود والنصارى. ينكرون أسماء الله، ينكرون صفات الله، كما وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقولون بأشياء ما قال بها حتى المشركون الأوائل كأمثال أبي جهل وأبي لهب. لكن دارين يزوغ من الحتة دي، ودي دولة أصل رافضية، دولة منحرفة، الدولة العبيدية اللي كانت في مصر آنذاك. يا أخي يقول سوى كوكبري ده، معناته الرسول ما سواه، مش أول زول ده، معناته الرسول ما سواه. طالما الرسول ما سواه وأول من أحدث وابتدع كوكبري، معناته ما سنة الرسول، سنة كوكبري. طيب ابن كثير ليه جابه؟ ده كتاب تاريخ يا جماعة، اسمه البداية والنهاية، من أعظم كتب التاريخ في التاريخ. الكتاب ده بينقل زي ما هو، زي ما هو. وأي حاجة نقل ابن كثير عن فلان، عمل فلان ده زول كعب أو كويس، معناته نسويها، لأنه جاب ابن كثير. ابن كثير نقل عن الحلاج، حلاج أبو الصوفية كله، كان زول مشرك ملحد زنديق كافر، معناته ابن كثير يعني بأيد الحلاج؟ لا، ده كتاب تاريخ
بيقول فلان سنة كده ومات سنة كده وكان زولا كويس وكان زولا كعب وعمل كده عمل حفلة وسوى وسوى، بس ده الموضوع مش معناته تسوي كده لأنه ابن كثير جابه. ده واحد. اثنين، قالوا ابن تيمية أجاز المولد، ودي أكبر شبهة لقيتها عندهم في هذا الكتاب اللي هو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. نقرأ الكلام بتاع ابن تيمية. أول حاجة قال ابن تيمية رحمه الله بالنص: وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاتا للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام. شوف أول حاجة قال لك مضاهاة شنو؟ للنصارى، يعني تشبه بهم. ونحن نعلم وابن تيمية قبلنا يعلم قوله عليه الصلاة والسلام كما في المسند: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فابن تيمية أول حاجة قال لك ده تشبه بالنصارى، دي أول حاجة. ده المولد، قاعد يتكلم عن المولد. قال: وإما محبة للنبي وتعظيما له، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي عيدا. يبقى ابن تيمية قال مولد النبي شنو؟ اتخاذ مولد النبي عيد وتحتفل به وبالمولد، قال ده بدعة، وده نص كلام ابن تيمية. لكن الشبهة اللي ركبت لهم من الجملة القبلية، قال والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد. ليه؟ لأن ابن تيمية قبلها قال إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي وتعظيما له، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي عيدا. زول بيحب الرسول، حبه، لكن قام مشى عمل مولد. ابن تيمية قال لك المولد ده بدعة، وده بنص كلامه. لكن محبتك الأصل مستقرة في قلبك، قال لك الله قد يصيبك ذاته، ما قال لك حيصيبك طوالي، قد يصيبك على المولد ولا على المحبة؟ على المحبة. وين ابن تيمية قال المولد حلال؟ أو ده الكتاب، أو ده الكتاب. وأزيدك من كلام ابن تيمية نفس الكلام، قال مع اختلاف الناس في مولده، يعني ولد بيتين وده معروف مختلف فيه، فإن هذا لم يفعله السلف، الاحتفال بالمولد ابن تيمية قال لك لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا، الاحتفال بالمولد ده، لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأكثر هؤلاء الذين تجدونهم حرصاء على أمثال هذه البدع. تاني سمشنا جماعة بدع، أها مالهم؟ ومع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة. ده الكلام القبيل، الشيل في قلبك ده ممكن قال حسب رأي ابن تيمية ممكن الله يصيبك، لكن فعلك المولد ده والاحتفال بالمولد قال لك ده بدعة لم ترد عند السلف، ولو كانت خير أو فيها مصلحة راجحة قال كان السلف أولى يحتفلوا مننا نحن، لأنه ديك بيحبوا الرسول أكثر مننا صلى الله عليه وسلم. قال تجدونهم فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه، قال مع أنهم حريصين على البدعة زي بدعة المولد، تلقاهم في الأوامر الفعلا من الدين صحيحة فاترين عنها، ما بسووها زي ما حكى لك شيخ أبو بكر، يرقصوا هنا بالليل الصوفية الصبح ما في، عرفت كلامي؟ وبلاوي جوا هنا وكيلك الله، بس ده موضوع ابن تيمية. وأزيدك كلام ابن تيمية زيادة، دي مجموعة الفتاوى الجزء 25، عشان تاني ما توزع ورق أوعك، الجزء كم؟ 25. ابن تيمية قال المولد ما في خالص، الجزء 25 الصفحة 298. وسئل عما يعمل كل سنة ختمة في ليلة مولد النبي، طبعا الحتة دي الصوفية لسه ما قروها، دي لسه ما وصلوها، عرفت كلامي؟
سئل عما يعمل كل سنة ختمة في ليلة مولد النبي. سؤال عن شنو؟ عن موضوع المولد ده والختمة فيه، هل ذلك مستحب أم لا؟ تكلم كلام كثير وخش في الموضوع، قال: وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول، الحاصل الليلة ده، التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو سام عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو سام شوال، الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب بعد ذاك عندنا كلام يقول لك السيوطي قال بجوز، الرسول قال ما بجوز، في صحيح البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وده والله حديث جامع ومانع في إبطال ورد كل بدعة لحد يوم القيامة. الرسول قال لك أي حاجة في الدين في أمرنا، عشان ما يجي صوفي يقول لك طيب الطيارة ما بدعة، لما الطيارة الحديث بيتكلم عن أمور الدين، إنك ما تزيد في الدين. أما الدنيا ربنا قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كلها، أفعل فيها ما تفعل ما لم يخالف الكتاب والسنة. نحن بنتكلم عن أمر الدين، لأنه النبي قال: من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا هذا يعني أمر ديننا، ما ليس منه فهو رد. بعد جاء السيوطي، جاء غيره، احتفل عديل برضو باطل. والاحتفال القصدنا السيوطي إنه واحد في اليوم اللي بيزعم فيه المولد يجي يقرأ السنة صحيح البخاري السيرة، ده السيوطي قال بجوز، وجميع جماهير العلماء قالوا باطل، لأنه السنة والسيرة المفروض تقرأ طوال في عمرك وتطبقها في شخصك وتعلمها لأهلك، ما تخصص يوم واحد. وكان كلام العلماء هو الصواب، وكلام السيوطي هو الخطأ والباطل. ده الموضوع كده، ما قال ده هو ده البرقص جوا عشان يدوروا منتظر وصل وتضلم، بس ده الشرط. وكمان لو الكهرباء قطعت بس الكهرباء تقطع، ده يهو ده السيوطي ما قاله عشان ما تلعب ساكن ده. وبعدين انا اجيب لك كلام المالكية، ده الامام تاج الدين الفكهاني المالكي رحمه الله تعالى، مش قالوا مالكية؟ يقول الامام تاج الدين الفكهاني المالكي رحمه الله تعالى، اسمع الكلام ده، سئل عن المولد فقال: اما بعد، فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الشرع أو هو بدعة وحدث في الدين؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا، فقلت وبالله التوفيق، فقلت وبالله التوفيق لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون. بطالون هم الصوفية باختصار شديد، وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. وبعد ذلك ما سيستدل لهذا الكلام، ده كلام رجل من أعظم علماء المذهب المالكي الإمام تاج الدين الفكهاني، كلام الإمام ابن الحاج من أعظم أئمة مذهب الإمام مالك رحمه الله الجميع، وهو كتاب المدخل المالكية بيعرفوا الكتاب ده جيدا، الجزء 2 الصفحة 3، الجزء كم؟ 2 الصفحة 3. والله ده نجم ليك المولد ده نجم. قال: ومن جملة، قال فصل في المولد، ومن جملة ما أحدثوه من البدع
مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإصرار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد، وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة، فمن ذلك استعمالهم المغاني ومعهم آلات الطرب من الطار المصرصر والشبابة. بالله يا جماعة، الآن المولد عبارة عن شنو؟ حلاوة مولد ودلوكة وغنى ورقيص ونسوان كاسيات عاريات، ده خلاصة المولد. وشرك بيقولوا الصوفية في مدايحهم، ده خلاصة المولد. وده كل واحدة براها حرام، كلها. الغنى حرام، الرسول قال كده، قال يكون في آخر الزمان قوم، قال عليه الصلاة والسلام، في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ. قيل متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القيان، النسوان البغنن يعني، والمعازف. الليلة بيجيبوا المعازف والنسوان البغنن. الصوفية يجيبوها يقول لك بتمدح في النبي حبا في النبي، والرسول قال ده بيأدب الأمة إلى القذف، يقذفون من السماء، والمسخ يمسخون خنازير وما شابه، والخسف يخسب بهم الأرض. الصوفية يجيبوا ده يقولوا لا حبا في النبي، والنبي قال لهم ده من أشد المحرمات. قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. المهم تكلم كلام طويل عن أن المولد بدعة. شبهة، قال والله يا أخو بدعة صح، لكن بدعة حسنة. أجاب عنها الشيخ جواب جيد وأزيد، بيستدلوا بكلمة عمر بن الخطاب، نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح. أولا، عمر بن الخطاب ما قصد البدعة شرعا، لأن عمر رضي الله عنه يعلم أن البدعة في الشرع محرمة، ولكن قصد بكلمته رضي الله عنه نعمة البدعة هذه لغة. ليه؟ لأن الكلمة دي قال في شأن صلاة التراويح، وعمر بن الخطاب يعلم إنه صلاة التراويح ما بدعة، محرمة بالشرع، لأنه يعلم إنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري صلى 3 ليالي، صلاة التراويح دي ذاتها، أو 4 ليالي، فلما جاء تاني يصلوا وراه أمسك، قال قد علمت مكانكم غير أني خشيت أن تفرض عليكم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وما منع صلاة التراويح، لكن قال لو وصلت بتبقى فرض واجبة وما حتقدروا عليها، لو بقت واجبة أو حيجوا ناس في آخر الزمان بالأحرى ما يقدروا عليها. فعمر بن الخطاب فيه منه هي موجودة، لكن النبي تركه عشان ما تفرض. فلما مات رسول الله انقطع الوحي وما في شرع ولا فرض جديد، فجاء عمر بن الخطاب أحياها من جديد. فالإحياء من جديد هذا يسمى بدعة لغة وليس بدعة في الشرع، لأن البدعة في الشرع محرمة. السؤال المنطقي، ليه عمر قال بدعة وقصد المعنى اللغوي ما المعنى الشرعي؟ بجوز للإنسان يعمل كده؟ بجوز، بنص القرآن ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كيف الرسول يصلي عليهم؟ ما يصلي لي الله. الصلاة هنا ما معناها الصلاة بالمعنى الشرعي هي العبادة ذات الأقوال والأفعال المشروعة المبتدأ بالسلام المختتمة المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم، ده المعنى الشرعي. مقصود بها الصلاة بالمعنى اللغوي ربنا قال كده، وأراد المعنى اللغوي وصل عليهم، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وصل عليهم يا رسول الله يعني أدعو ليهم. فربنا ذكر كلمة الصلاة وأراد منها المعنى اللغوي اللي هو الدعاء، لأنه معنى الصلاة في اللغة الدعاء. إذن عمر بن الخطاب فهم هذا كله وأطلق كلمة وأراد بها المعنى اللغوي. طيب تاني في القرآن وين؟ موجود في سورة هود، ربنا قال قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرنا أن تنهانا عما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يا شعيب أصلاتك تأمرك، أصلاتك هنا ما الصلاة ذات الركوع والسجود المعروفة، لا 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 لا، هنا المعنى اللغوي الآخر لكلمة الصلاة وهو التلاوة والقراءة.
كذلك بالسنة حديث أبي هريرة في البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خفف لنبي الله داود القرآن. نبي الله داود القرآن، كيف القرآن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ الرسول قال كده: وأراد بكلمة القرآن المعنى اللغوي لكلمة القرآن، لأنه المعنى الشرعي القرآن يهودا، الفاتحة بدايته والناس نهايته. والقرآن لغة، قال ابن حجر: أصل هذه الكلمة الجمع والشيء المجموع، فكان كتاب داود مجموعا، فلذلك سمي لغة قرآنا كما قال رسول الله. فالرسول قال قرآن وأراد المعنى اللغوي الكتاب المجموع، ولم يرد المعنى الشرعي القرآن حقنا البادي بالفاتحة والمنتهي بالناس. فكذلك فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقال نعمة البدعة، وأراد معناها اللغوي الشيء المبتدأ من جديد، لأن رسول الله فعلها وتركها لئلا تفرط، فجاء عمر ففعلها من جديد فسماها بدعة. قال ابن تيمية: وكذلك كل أمر اندثر أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فأحياه بعدما اندثر، يجوز لغة أن يقال عنه بدعة نعمة البدعة. اثنين، عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة عمل مولد، ما هم قالوا المولد بدعة حسنة لأنه عمر قال نعمة البدعة. هل عمر بن الخطاب رقص زي الرقصات؟ ما رقص، كله باطل. أضف إنه المولد مش بدعة ساكت، في حاجة أعظم من البدعية بتاعت المولد. المولد فيه شرك، شرك ما قاله أبو جهل ولا أبو لهب، ده كتاب الختمية بتاع المولد بيقروها السبعتين بس، بيعمل لك وهمة في شكل قلبه، يفرشوا لك قماشة بيضاء يقول لك النبي هسه بيجي هسه بيجي، ولما نغيموا صلاة العشاء بيصلي أبوك الشيخ يا قليل أدب، الرسول قاعد تصلي كيف أنت؟ لكن كله كذب وكله لعب ولف ودوران. شوف الكلام ده اللي بيقوله في المولد ده، والله أكفر من دين أبي لهب ودين أبي جهل ودين عقبة ابن أبي معيط عليهم لعنة الله. ده في الموالد والمدايح اللي بيقولوها في الموالد بيدعوا إنهم الله ذاته. أمسك يا أنتوا خشونا نحن يا أخ شان المولد فيه قروش يا أخي، ونساوين بجن عاملين لنا جوطة. الصفحة 125 و124 عرفتها؟ قال أنا الوجود الذي قام الوجود به حقا، ده عمك المرغني بيمدح في روح. أنا الوجود الذي قام الوجود به حقا وخلقا بتردادي وترحالي. أها، قال لذاك عاش جميع الكون في كنفي، الكون كله كله شياطين ملائكة عرفته أنبياء رسل كلهم، قال لك برعاهم المرغني. المدايح اللي بيقولها في المولد انت قال بيقولوا شنو نازل؟ بيقولوا بلاوي متلتلة. قال لذاك عاش جميع الكون في كنفي، فالطول طولي وأهل الفضل أطفالي. أها، قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكالي. أها، أنا الجليس على العرش، العرش بتاع الله، المرغني قال أنا الجالس فيه. وين حب المصطفى هنا؟ وين؟ وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ودال المرغني بيقول أنا الله، أنا الجليس على العرش المحيط المحيطي، هكذا مكتوب، كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. وربنا يقول الرحمن على العرش استوى، كلمة جليس ما بنقول لها الله لأنه بنثبت ما أثبته لنفسه، لكن المرغني قال هو على العرش، هو الجليس على العرش. وربنا قال الرحمن على العرش، ما المرغني، الرحمن على العرش استوى. بعدك المرغني قال كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، بعلم الغيب كله. ورب العزة والجلال يقول تكذيبا للمرغني ولا الصوفية ولا البرعي ولا الكباشي والمكاشفي، ربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون
أيان يبعثون. وقالت عائشة رضي الله عنها عند مسلم: ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب، وقد قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، يجي المرغن يقول كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، والناس يقول لك دل والله أهل السلسلة دل الأولياء. نعم دل الأولياء، لكن كل الخيم دي مش الناس العوام المساكين، لا الصوفية يعني، كل الخيم دي والله دل الأولياء لإبليس إذا لم يتوبوا. والشعب السوداني أخيرا إذا دار المعيشة تصلح والاقتصاد يصلح عالجوا الشرك اللي بنشروا الصوفية دي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه.